من شمال العراق إلى غربه، قطعوا مسافات طويلة للبحث عن العمل. كاك باسم، واحد من الباعة المتجولين في الأنبار، يروي قصته لشاشة التغيير عن تجربة عمله في المحافظة. احنا اهل الشمال اخترنا الرمادي. ليش اخترنا الرمادي؟ لان الرمادي ماكو فرق. اول بداية اجى ابن عمي اشتغل اول واحد وخابرنا، قال اهل الرمادي اهل الذواقة ويحبونه كلش، فقررنا نجي للرمادي لان اهل الرمادي ناس طيبين ويقدرونا. والله من اقول لهم يقولون وين تناموا بالليل؟ اقول لهم بالفنادق، ما يقبلون، بيتنا مفتوح لهم، فاحنا نكيف، وهاي الشغله هنا ساعدتنا، فلهذا السبب احنا قررنا نشتغل رمادي. بيع المكسرات من الفستق والجوز وغيرها تشهد رواجا كبيرا من المتبضعين من اهل الانبار، فللمكسرات ذائقه مميزه لاهالي المحافظه. احنا هنا نبيع سعر مناسب، مو مثل دكاكين. احنا شغلنا شيء نستفاد شيء بسيط، الحمد لله. نجيب اغراضنا، مكسراتنا كلها من اربيل، حلويات كلها، سجق كلها من اربيل محلي. وعندنا الحمد لله هنا صار عندنا معامل، ناس يجون ياخذون من عندنا، وسعر مناسب على فكره، والشغل نظيف ورزق عند الله سبحانه وتعالى. ويتحدث اهالي الانبار عن المذاق والاسعار المناسبه للمكسرات التي يقدمها اصحاب البيع الجواله، قياسا بالاسواق المحليه التي تتفاوت الاسعار فيما بينها. مكسراتهم احسن من الموجوده عندنا بالانبار، ومرات ما نلقى فد شغلات موجوده نوصيهم يجيبوا لنا اياها. الف تحيه لجماعتنا الكردستان الموجودين، سواء اصدقاء او اللي نعرفهم او ما نعرفهم، الف هلا بيهم، وناس طيبين. يعني الدافع تقوي العلاقه ما بيننا وبين الشمال والمكسرات. اخذ مثلا الاهلي الاطفال، يعني شيء حلو، مكسرات وحلويات، يعني شيء راقي جدا. الاستقرار الأمني الذي تعيشه محافظة الأنبار أعطى فسحة للعمل لأبناء محافظات أخرى داخل المحافظة، رسالة محبة وسلام إلى كافة أطياف الشعب العراقي. من الأنبار، أحمد الحمداني، قناة التغيير.